وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور، يعني نشهد طفرة تنموية غير مسبوقة تشهدها محافظة مطروح والمنطقة الغربية، تأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بالإنسان المصري وأيضا تحقيق التنمية بكامل ربوع البلاد، كيف تقيم ذلك؟ اهلا وسهلا يا استاذه اميره، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. واسمحي لي ابدا بعنوان ان محافظه مطروح والمنطقه الغربيه تحصل على فرصتها العادله من التنميه. فمشروع التنميه المصريه الحالي هو مشروع تنميه عادل بنراه في محافظه سيناء في جنوب الصعيد، في القريه المصريه، في مشروع حياه كريمه، في التطور الكبير الذي يحدث في المدن المصرية في العاصمة وتطوير العاصمة القاهرة وبناء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية. مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي هو مشروع مهم جدا، أتصوره أنه يشكل ضلع من ثلاثة محاور. المحور الأول هو محور تنمية قناة السويس، والمحور الثاني هو المثلث الذهبي، والمحور الثالث هو مشروع تنمية المنطقة الغربية. هذا المشروع الذي يعني هو مهم جدا لمصر بالكامل، ليس لسكان المنطقة الغربية فقط، لأنه جزء من استراتيجية مصر للتنمية لعام 2052، والذي من خلاله تخطط الدولة المصرية إلى خلق نحو 11 مليون فرصة عمل بحلول 2052، بدأت تظهر تدريجيا وأصبحنا نتابعها بالفعل من خلال المشروعات اللي أصبحت واقع على الأرض وليست مجرد أمامي. المشروعات عندما نقسمها أستطيع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. هناك قسم متعلق بتحسين البنية التحتية لسكان المنطقة الغربية بالكامل، من خلال زيادة عدد فصول المدارس، من خلال أيضا زيادة القدرات الصحية ودعم كافة الخدمات والبنية التحتية بصفة عامة. ثم الشريط الحدودي الذي تم ضخ فيه استثمارات كبيرة جدا لتطوير الشريط البحري الذي يستوعب حركة السياحة. بنتابع التطوير الكبير في مدينة العلمين الجديدة وإنشاء مدينة عالمية على أرض مصرية. يعني بالفعل كما ذكرت دكتور، نرى مشروعات تنموية على أرض الواقع بالمنطقة الغربية تغطي كافة المجالات التنموية، ما يجعلها عنصر جذب لمزيد من السكان. إلى أي مدى سيغير ذلك من تكوينها الديموغرافي؟ الحقيقة التكوين الديموغرافي بالفعل ابتدى يتكون، وبنشوف ده من خلال ما تيسره الدولة المصرية من محاور مرورية جعلت المسافة ما بين الداخل المصري وما بين العاصمة المصرية وما بين المنطقة الغربية أصبحت نحو 3 ساعات فقط. هذا الأمر اللي بيسهل انتقال المواطنين مع تنمية الخدمات في هذه المنطقة، يصبح وصول السكان للاستفادة من فرص العمل يجعلهم متمسكين بالاستمرار والحياة بسرعة مستقرة في هذه المنطقة. هذه المنطقة يمكن أن تشهد توطين نحو 5 مليون نسمة بصورة تلقائية خلال الفترة القادمة، ليس فقط في الشريط البحري، ولكن أيضا المشروعات الزراعية الكبيرة التي نراها في الظهير الصحراوي. في لدينا 150 ألف فدان في منطقة المغرة، 500 ألف فدان في منطقة جنوب منخفض القطارة، عندنا أيضا 30 ألف فدان في سيوة. وجميع هذه المشروعات ترتبط مع الإسكندرية والقاهرة، أيضا بترتبط محافظات الصعيد. بالفعل سيكون تحول إيجابي بشكل كبير ديموغرافيا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.